السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وطبعاً مثل ما عودناكم بكل أسبوع خلال هذا الشهر الفضيل عم نعمل شوربة صحية وطيبة كمان. اليوم رح نعمل معاكم شوربة شعرية مع الدجاج والخضار. خلوكم معنا، تابعوا الفيديو للأخير، وطبعاً إذا مو مشتركين بالقناة لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والشير. خلونا نبلش. بالنسبة للمقادير عندي بصلة أنا هون قطعتها ناعم، جزرة كمان كبيرة قطعتها مثل ما شايفين هون بهذا الشكل، عندي صدر دجاج كمان مكعبات، البازاليا والشعيرية. هلا بدنا ننتقل على الغاز لنشوف كيف طريقة التحضير. هلا بعد ما حطينا احنا الطنجرة على الغاز، هلا صارت عندي حامي الطنجرة، بدي انزل البصلة بالاول. هلا بنبلش نحرك، بالبداية ما حركته لأنه الدجاج بس ننزله بالطنجرة بما إنه سخنة بس ياخذ الوش مشان ما يرجع عندي كلها كوب قلب الطنجرة. بننزل الجزر. بالنسبة للبازاليا والشعيرية آخر 5 دقائق 7 دقائق بدي أنزلهم. هلا أنا هون بستنى شوي كمان دقيقتين نعطيهم تقليبة، ننزل المي السخنة. طبعا بالنسبة للشوربة كتير مفيدة وكتير صحية ومنيحة للمعدة. مثل ما وعدناكم إن شاء الله هذا الشهر كل شورباتنا إحنا إن شاء الله كتير مفيدة كتير للصحة وللمعدة. هلا بنعطيه تقريبة على السريع. انا افضل بالنسبة للبهارات بالبداية قبل المي نحطها. عندي هون بهارات الدجاج، ثوم البودرة والملح، وهون انا عندي بهار الخضار المجفف. اعطيهم تقريبة بحيث انه الطعم كلياته بالداخل. بعدين بنزل المي، بسم الله بنحرك منيح للسفل كلياته، طعمة الدجاج اللي لزقت هون بالبداية شوي كلها بتطلع. هلا بتصير كمان طعمة الشوربة كتير طيبة فيها. هلا بنتركها لتغري، بعدين بس تغري ويستوي الدجاج والجزر بدي انزل مثل ما قلت لكم الشعيرية والبازاليا. شغلت تقريبا ما يقارب هلا على الغاز شي 12 دقيقة. هلا بعد ما غليت معي انا طنجرة بدي اضيف الشعيرية. اضيف الشعيرية بخليها تقريبا كمان 5 دقائق 7 دقائق لحد ما تستوي. قبل بدقيقتين بدي انزل البازاليا. هلا بدي انزل البازاليا، تقريبا استويت عندي انا الشعيرية، بنزل البازاليا. اذا عندكم كمان بقدونس رشة بقدونس كمان تعطي طعمة بقلب الشوربة كتير طيبة. هلا بستنى عليها دقيقتين وبنسكبها بجاطة التقديم. خلصت معانا بهذا الشكل، بسم الله. الله 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 الله، شوفوا لي المنظر، الالوان لحالها عم تحكي. صياما مقبولا وافطارا شهيا بنقول بسم الله، شي فاخر على الاخر.